السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. برنامج الماء الساخن في شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى التوفيق لكم جميعا بصوم مقبول وإفطار شهيا. البرنامج أول شيء بالنسبة لل في حالة كخيار الأول، في حالة عدم تناول وجبة السحور، يكون أول شيء عند استيقاظ من النوم قبل طبعا صلاة الفجر، واقفا قبل تناول أي شيء، قبل المغمضة، قبل أي شيء في الفم. والكأس الثاني، وهنا نتحدث عن كأس نص لتر بهذا القياس، نص لتر أو 500 ملي لتر، كأس كبير. والكأس الثاني يكون 15 إلى 30 دقيقة قبل تناول مشروبات الصحية كالربو وعصائر، ويفضل طبعا تكون عصائر فاترة و طازجة، يكون أفضل بكثير. والخيار الثاني في حالة تناول وجبة السحور، يفضل طبعا يكون البرنامج على أساس كأس واحد فور الاستيقاظ من النوم، مثل الخيار الأول، واقفا قبل المغمضة، قبل الوضوء، قبل أي شيء. والكأس الثاني بين 15 إلى 30 دقيقة من وجبة تناول وجبة السحور. طبعا ننصح في حالة تناول وجبة السحور تكون وجبة خفيفة، لا هذا يعتبر يعني صحي للغاية، وعدم الإفراط في تناول وجبة السحور. خلال فترة المغرب، عند أذان المغرب، يكون هناك خيارين. الخيار الأول لهؤلاء الذين يتناولون العشاء مبكرا، يكون مباشرة أول أذان المغرب عند يعد تناول كأس واحد نص لتر أو 500 ملي لتر، كأس واحد ماء ساخن، بعد تناول قليل من التمور أو فواكه غير باردة، فواكه قليلا جدا من الفواكه، فاتر ولا يكون بارد. والكأس الثاني فترة ليلية 15 إلى 30 دقيقة مباشرة قبل العشاء، هذا بالنسبة لهؤلاء الذين يتناولون العشاء مبكرة. وكأس الثالث فترة ليلية يكون مباشرة بعد العشاء بحوالي ساعة. والكأس الرابع يكون لقال خلال فترة ليلية قبل خلود للنوم، أو هي فترة ليلية أي وقت في خلال فترة ليلية يفضل أيضا هذا كأس رابع. في هذه الحالة تلاحظ أنك استطعت تأخذ 4 كؤوس بواقع نص لتر بهذا القياس، يكون لترين خلال فترة الليلية منذ أذان المغرب وحتى فترة الليلية كلها. وفترة الصباحية كما سلفنا يكون تناولت كأسين لفترة قبل صلاة الفجر بتقريبا 10 دقائق. وهذا هو برنامج للإفطار، لبرنامج الماء الساخن لشهر رمضان المبارك. بالنسبة للذين يتناولون العشاء متأخر، يكون هذا طبعا برنامج الفترة الليلية ما بعد الإفطار، هنا مباشرة بعد أذان المغرب مباشرة كأس واحد نص لتر، نفس مثل الخيار الأول، قبل المغمضة، قبل الوضوء، قبل أي شيء في خلال فترة المسائية، ويكون تناول كأس واحد نص لتر بعد التناول فقط نسبة قليلة جدا من التمور، كم حبة من التمور أو فواكه، قليلا من فواكه غير باردة، تكون فاترة أفضل بكثير من الأحياء الصحية. الكأس الثاني يكون مباشرة بعد حوالي نص ساعة من تناول الكأس الأول، ربما يكون بعد صلاة المغرب مباشرة. والكأس الثالث يكون 15 إلى 30 دقيقة قبل وجبة العشاء، هذا طبعا برنامج اللي منه تناول عشاء متأخر. والكأس الرابع يكون
قبل خلود النوم أو خلال فترة العيلية بعد العشاء بحوالي ساعة، وعدم الإفراط في تناول وجبة العشاء، وهذا من ناحية صحية، وهذا دائما نحن ننصح هذا الجانب، يعني عدم الإفراط في تناول طعام المكثف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.